في أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان تحاصر جائحة كورونا اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات في لبنان لتضاعف من معاناتهم المعيشية والصحية المتأزمة أصلاً في ظل تقليص وكالة الأونروا تقديماتها. مخيم عين الحلو الذي تبلغ مساحته كيلو متر مربع واحدا يعيش في بيوته المتلاصقة 75,000 لاجئ فلسطيني، ليصبح الحديث عن التباعد الاجتماعي أمرا مستحيلا، وبعد تسجيل العديد من الإصابات بفيروس كورونا بعد تفشي هذا الوباء مقلقا. يعني الازدحام الموجود داخل المخيمات هو أرضية خصبة لانتشار أي مرض، وبالتالي مرض كورونا أو جائحة كورونا هو واحد من هذه الأمراض. طبعا الأمور إحنا ما عم نقول لها سهلة، الأمور صعبة جدا وخاصة داخل المخيمات، ولكن إحنا عم نبذل قصارى جهدنا والناس بدأت بالتجاوب منذ فترة. خلال أيام قليلة سجل ارتفاع في أعداد المصابين بهذا الفيروس، إضافة إلى تسجيل عدد من الوفيات، واقع لا يبشر بالخير في ظل محدودية الموارد المالية لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حاليا. فالمخيمات تعاني أصلا من تركيبة صحية صعبة من قبل هذا الفيروس. تم تسجيل عدة إصابات بمخيم عين الحلوة وبالمخيمات الفلسطينية. اليوم عم بتفوق عدد الإصابات 10 يوميا، عم بصير في عنا عدة وفيات. اليوم إذا بقي الوضع على مو عليه نحن رايحين لكارثة حقيقية، كارثة صحية حقيقية بالمخيمات الفلسطينية. خطورة تدهور الوضع الصحي وانفلاته دفع بالأنر والدفاع المدني الفلسطيني ومؤسسات صحية أخرى إلى وضع خطط للمواجهة، لكن التحدي يكمن في تأمين عناصر النجاح لمنع انتشار هذا الوباء. جمال الغربي، مخيم عين الحلو، جنوب لبنان، الميادين.